نحاول قاعدة نختار أغنية معناتها تحفونة وفيها معنى بيه وكل شيء. عندي يمكن مينيموم شهر ما كليتش لبليبي ولا شهرين ما ذقتش لبليبي. أنا اللي يوجعني مالوغوزمون في تونس حتى التوا مازلنا في 2024 حتى التوا واحنا ما نعرفوش معناتها مسابقة ملك الجمال. حاجة البيه أن فيت معناتها في كومبيتيشن هذية أنك أنت باش تقابل 130 بلاد مختلفة فباش تحكي لهم كلهم على تونس. وكلهم اللبليبي واش عليك؟ جوك على جو. تبت الموت مرحبا بكم ناس كل سي دراكو and welcome to the gaming show by دراكو على موزايك فيم. مرحبا بكم شباب والشباب زادة مرحبا بكم في إبيزود جديد في الوان في وان. كل مرة نجيبو شكون مرة أكتر مرة أنفلونسور ونجيبو ميز زادة بوركو با نجمو نجيبو برشا عباد معناها من جميع الأنواع. المرة هذه أنا فرحان برشا برشا اللي قبل ما نستدعى ميز تونيزيا معناها بليز ليديز اند جنتلمان ميك سم نويز الإيمان المحرزي. وي اكس ولا تحومه فوالا اكس ولا تحومه التاريخ لا يرحم. واو كذلك واو كذلك عسلامه مرحبا بيك. انا حاضر نحس روحي نبدا نلعب من بكري نشد المانيت مازال ما بديناش نصور المانيت المانيت للي سبا الحمد لله جوي باهي. ميس نمثل تونس في ميس وورلد دونك ملكة جمال العالم ما عادش تونس كهو دونك بنيت 130 بلاد باش تلقاني انا موجوده باش نمثل تونس. شرف عظيم جدا دونك اي فرحانه برشا وخايفه شويه الحقيقه برشا الحقيقه ما تبعش لاباس لاباس خدمت مليح حضرت برشا فازات واغنيه جديده برشا حاجات ديجا. انا باش نسالك لك اهم سؤال في هذا من الكل قبل ما ندخلوا مع الانترفيو شنو رايك اللي كنت تتفرج في زمانك؟ بديعة والله. انت تحس كي تدخل المودم تاعي اي والله ياسر محلي بالحق تخلي العبد اللي يقول الجيمينج ما عنده من يوصل ولا الكونتنت كرييتنج في هذا المحتوى هذا بالحق تشجع برشا عبيد وبرشا صغار اللي قاعدين يحلموا دونك ثانك يو ثانك والله. توا باش نلعبو طرح فيفا فانكار تعيط بيه تتحدى فيا قاتل باش نربحك طرح فيفا ميس تونيزيا وميس وورلد تحب عليه زاده ميس فيفا قاتل باش نربحك طرح فيفا فاخترت الارسنال. قلت لك باش تخليني نربح المصداقيه الصوره يعيشك فهمت باش من بعد كي تربحني ما نعرفش قداش ما تقول ما يقولوش لا 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 تحكي بديت تلعب استنى انت بالبيض انا البيض انا البيض والاحمر اي احسن لي استنى يا اخي مانيش عندي يكون انا الزرق استنى اي ديفونس بون استنى يا اخي كل مره تولي عند واحد الكره ذيك بما يسمى تعدي باس ما شفتش الكره حتى مره واحده اعطيني كره شويه علاش ارسنال؟ ارسنال خاطر بورتون تبعش كوره معناها اي خاطر المنتخب هذيك انا ربحت لا هذيك انا شطت وجات البر هو المحل اللي انا اخترت على خاطر ارسنال ان شاء الله يسمحني دونك اخترت على خاطر انسان معين باش يتفرج اكيد في الانترفيو دونك نقول له سامحني خاطر ما يلزمكش تخسر انا ديك انا ديك الجول نتاعي اي اي اللي تمركي هكا دونك نشوط هكا فوالا فوالا مش من قبل السونتر كمان اوكي بي شوية اوكي هي تعدي فاس اكس تعدي فاس اكس اوكي مربع تمركي هذه راهي تابعة الكولتور قول لي وانت صغيرة معناتها ما لعبتش تروح ما لعبتش الحقيقة فيفا جملة في حياتي باهي خلنا نحامي اموا انا بالعاني زدت زيت لا لا مش بالعاني راهو يكذب راهو يكذب على الاخر انا قاعدة نربح فيه ديفونس قوية هذيك انا توا نورمالمون فوالا شو نعمل زعما كان تحب تسنتر تنزل دور اي كان تحب تعدي باس انا نلعب بالعاني راهو خاطر فما برشا يتبعوا فينا ما يعرفوش كيفاش يلعب بوحدو والله اي ما مش قاعد يستنى يلعب بوحدو اوتوماتيكمون نعلم في برشا بنات توا قاعدين يتفرجوا معانا باش شوف كيفاش هديت انا كرة والله سي بيان شوت شوت جيب كرة انزل مربع انزل مثلث لاستيوس الباهية في الفيفا اديك الكرة شوت 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 واش عليك الفيفا ما نخسرش وكهو معناها كهو المهم الخسارة ليه باش نحكيو على برشا حاجات منهم سؤال انا واحد من الناس كل ما تسمع كلمة ايمان محرزي ايمان محرزي هو الهدف شوت شوت صحيت ايمان صحيت برافو شوت والله والله شد والله خسرت ليك شد الجول فوالا محبوبي ذيك اللي غنيت محبوبي كذي ما تقلقكش الحكايه
الحارس. ما تقلقنيش الحكاية. ما تقلقنيش حتى تعرف الحارس الصداوي. ما تقولش معناتها بعد كارير ودنيا وشانتوز وكذاش بيهم كبش وكيفي محبوبي معناها. الحقيقة مالوغوزمون هما العبيد ما تسمعش برشا غنيات أخرين أما أنت قاعد تحكي على بوتيتخ أون مينوريتي معناها نتصور أنا اللي تقول الكلمة هذيا خاطر فما برشا عبيد تعرف أني عملت برشا غنيات أخرين أبلغ محبوبي دي روبريز وغنيات وحدي. والحقيقة متاع ربي مانيش رابطة النومبر دو فيو هي ان العبيد شنو تحب معناها انا عندي الغنية هبطها نحبها دونك اول فاس عملتها فاس ناجح اول فاس دونك معناتها فوالا غنية عملتها عملت 22 مليون فيو اوكي غنية اخرين عملوا 5 غنية اخرين عملوا 40 الف عملوا 400 الف عملوا مليون. علاش ما يقولوش مثلا ايمان ماهر زياك اللي صوتها مزيان اللي كذا علاش اللي غنيت محبوبي حتى بعد رقدش معاه طبعا محبوبي عندك يقولوا زوز الحقيقه والله الاكثريه يقولوا زوز ويقولوا ديما اون فيت شنو هي الحاجه اللي بتتخ نحسها مشكله شويه اللي يقولوا صرت عملنا غنية في ستيل كيما كيكا مش يحبوا على محبوبي حتى كمحبوبي يحبوا ستيل متاع محبوبي جديد معناتها كمان معناتها تبدلت على الاخر خاطر الغنية والله تلعب تعرف والله والله نكور والله معناتها فيريمون بديت نرمز راهو بديت نرمز وزيد ما ركزش عليا حتى توا زيني نركز لك في اسمع في بالي عندنا 15 مينوت نلعبوا شو نقول لك لا 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 دونك فوالا الحقيقه نتاع ربي ما تقلقنيش اللي العبيد تحب محبوبي برشا فينالمون انا هبط غنيه على خاطرني نحبها والحارس دونك والغنيات كلهم كيف كيف وفرحانه مادام العبيد تحب الغنيه هذيك بصوتي دونك راهي تحب صوتك اوتوماتيكمون بالضبط ميس تونيزيا انا ان فيت مانيش ميس تونيزي انا ممثله تونس في ملك جمال العالم فوالا على خاطرني ربحت ان فيت في 2021 بديت parmi les 4 premières دونك ربحنا ميس تونيزي وربحنا شكون باش تمشي ميس ايرث ميس موند ميس انترناسيونال انا وقتها ربحت باش نمشي باش تمشي والقولي شد بالكوتر اللي سميتهم لي الكل ايمان ميس ايرث انترناسيونال وورد معناتها كمواطن عادي سي كوا لا ديفيرونس بيناتهم ما فما ملكة جمال العالم لا. اوكي واضح ولا ان فيت انا اللي يوجعني مالوغوزمون في تونس حتى لتوا مازلنا في 2024 حتى لتوا واحنا ما نعرفوش معناتها ملكة جمال مش معناتها مسابقة ملكة جمال الكل مش في بالها كي تجي ملكة جمال ازين واحدة في ازين واحدة كذلك. لازمها زيرو ديفو لازمها فمها مسطرة لازمها ما عندهاش حتى حبة اتسيتيرا لازمها ستيل لازمها تعرف تمشي تعرف تكلم الوغ كو فما برشا دي كومبيتيشن انا توا الحقيقة باش نحكي لك على اللي انا نعرفهم دونك باغ اكزومبل ميس موند اللي انا باش نمشي لها ميس وورلد اهم حاجه فيها هي البروجي هيومانيتير اللي انت تخدمه اوكي دونك عندنا ان بروجي هيومانيتير نحضروا باغ اكزومبل انا حضرت البروجي هيومانيتير اللي باش نمشي للمدرسه مشيت للمدارس بلوتو في تونس شنو كاهو مدرسة الأولى مشيت المدرسة الأولى في خضرة في قروين على قد مركيك بنتويت على قد لازم تمشي المدرسة أي والله ميسالش من المركية بالرسمي هذه هي المدرسة الأولى في قروين لأنها أصيلة مدينة القيروان وي نحب برشا قروين دونك شوفي الصغيرات اللي مالوغوزمون ما يعرفوش شنو الأحلام نتاعهم شنو يحبوا يعملوا شنو يحبوا يوليو كي يكبروا شنو الخدم الموجودين في الدنيا دونك انا نهز لهم برشا عبيد من مهن مختلفة نهز لهم جيمر نهز لهم انيماتور نهز لهم جورناليست نهز لهم انجينيور اتسيتيرا ثاني لازم نركز فوالا والله سي بيان سي بيان قول فريمون دونك شنو باش نعمل لهم الكلام هذوما باش نعرفهم بالخدم دونك انا باش نجيب مثلا 10 مهن مختلفة كل مهنة تحكي على الخدمة نتاعها شنو للصغيرات هذوما ويعملهم شوية هكا ورك شوب ولا حكاية دونك دي زاتيلي باش يعرفوهم أكثر بالخدمة نتاعهم اللي مثلا كي مشيت للمدرسة هذيا في الخضرة ما يعرفوش معناتها انجينيور دونك أنا جبت لهم انجينيور 80 تلميذ ولا يعرف معناتها انجينيور ومنهم مينيموم 20 ولا يحبوا يوليو مهندسين والله سيريا قبل كنا نعرفوا نحبنا نسوق طيارة نحب طبيب نحب ماكسيموم مطري هما مساكن حتى طيارة اسمعني أول مرة نخلق الماركي طول شو ده مربع مربع والله شط مربع لا لا فكيت للكرة فكيت لي الكرة انا تعبت روحي يا والله مشي مغلطش من والله خسافر علاش هكاك كيفاش تلعب عارف هذا والله امشي انا ما نجمش نعمل حاجتين في الوقت نلعب و نجم تمركز ديريكت زعما انا انا انت تقدر تركيز
تنجم راهو ماكسيموم على اليمين تجيبها في الكوان تجيبها في كوان نقول نجم بالقبيله المربع عينك ميزانك انت وقوت الشوط واحد اثنين ثلاثة مربع صورها تمركيها ديريكت انا نعتزل لا سبعة الحمد لله مش نعتزل ما زال مازال اوغوزمون ما حبيتش نعتزل ديجا دونك فوالا هذا المشروع الخيري نتاعي اني الميسمون هذيك هو اهم حاجه فيها هو المشروع فيها اهم حاجه زاد اخرى الهيت تو هيت تشالنج الهيت تو هيت تشالنج باش نحكيو اسئله باش يسالوني باغ اكزومبل باش يسالني يقول لي علاش اخترت تمشي ميسموند تحكي معاه بيان سور باللونجلي وكل شيء شكون تحكي اكثر يا شور So it's gonna be in English, of course. Of course, in English. Like this interview. English, all you English, press, all the time. You can press X to pass the ball. Okay, so yeah. والله نسألك أنت تلعب. وين معك؟ وين معك؟ أنت عندك هذا. كيف عندك أنت الكرة مثلش. Donc, هذا par exemple Miss Land, Miss Earth, ملكة جمال الأرض, par exemple. ملكة جمال الأرض, البروجي هيومانيتير نتاعها à la base ماهوش هيومانيتير عمل إنساني. بالعكس, en fait, عمل يهم الأرض. Donc, شو معناتها يهم الأرض؟ يهم البيئة. Par exemple, الحماية على الماء خاطر ما عادش شكون موجود في العوام الجاية. Donc, لازمك توعي العبيد على الاستهلاك نتاع الماء. لازم بروجي دون سو سونس. Exactement. الشانج دو كليما. وين الجميل في الحكاية معناتها؟ وين الجميل باش يكون ديما موجود، أما ماهوش هو الكريتير الأساسي. لازمك تكون عابد باهي قبل ما أنك معناتها تكون مزيان. معناتها مورالمون وفي كاركتيك. في لي بروجي اللي تعمل فيهم، في الفازات هذوك الكل. شعرة بركة بركوتر الفكرة اللي معناتها معروفة عند عامة الشعب يقولك ميس وورلد ميس تونيزي مي أي ملكة جمال كانت في مخهم أنها طفلة مزيانة ستيل ما يأكلوش برشا ويعرفوا شي يأكلوا وقتش يرقدوا وقتش كذا البريباراسيون تصورها كانت حاجة صعيبة برشا هو سيفغي الحقيقة خاطر عندي يمكن مينيموم شهر ما كليتش لبليبي ولا شهرين ما ذقتش لبليبي والله محروم اي والله شهر ما كليتش مقارونة دونك كيفاش معناها وي انا هذيك علاش ما نشاركش في مستر الموند الحقيقه ان فيت خاطر هي الحقيقه مش على خاطر لازمك تكون ضعيف ولا لازمك تكون عندك تايم معين اتسيتيرا خاطر لازمك تكون هيلثي تو سامبلومون معناتها لبلبي كله ثوم وكله كباب شباب معناتها لعبت خبز مش به يعني يا جماعه لازمكم ما عادش تاكلوا الخبز هاو يتفرجوا فيك هنا اوكي ما عادش تاكلوا الخبز راهو الخبز ماهوش باهي ونحيو السكر ونحيو الملح ونقسم الفلفل الاكحل راهو ماهمش باهيين شخليت اش خليت فوالا تموتوا بالشر شخص سامحني اهم حاجه اشربوا برشا 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 ماء بالحق والله ماهيش كذبه والله لا في يدي معاك فيها اما اللبليب المكرونه الحق لا 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 انا ما شعره اي شعره بي في لي بريباراسيون باغ اكزومبل في السبور في الفوتبول في الافريك في الموند كذا ظهر لازمك تترينا كل يوم لازمك ماكله معينه حاجات معينه تقوي لي بوان فيبل نتاعك كذا في ابار انك تحضر لو بروجي نتاعك كما قلت لي انت مثلا في المدارس اللي انت باش تعملها كذا شو ما لي زوتر بريباراتيف اللي لازم تكون ولا تحضرهم نتصور حياتك تتبدل راسا على عقب باغ اكزومبل فما ميس تالون فيها ميس مون لازمك تكون عندك تالون زاد باش تشارك دونك انا عندي تالون هي الغناء دونك قاعده نحضر تو الغناء اللي باش نغنيها في ميس مون دونك نحاول قاعده نختار شي غنية معناتها تحفونة وفيها معنى باهي وكل شيء خاطر في لازمك انت تكتبها ولا نفخ لا لا اي غنية معناها موجودة وبالطبيعة باش تتغنى قدام برشا عباد قدام العالم الكل والحاجة الباهية اون فيت معناتها في الكومبيتيشن هذيا انك انت باش تقابل 130 بلاد مختلفة كومبيتيشن كبيرة جدا اكزاكتومون 130 بلاد تخيل انت 130 بلاد مختلفة باش تحكي لهم كلهم على تونس ديجا هكا خديت دي بورت كلي هكا فيهم شاشية باش نعطيهم للبنات تخيل انت الناس الكل باش تعرف على تونس فما برشا عباد ما تعرفش تونس وين توكلهم اللبلبي واش عليك جوك على جو تربح الكومبيتيسيون جري والله جري كل واحد تعطيه بغرفه اللبلبي كيما تعرف يا جماعه حاجه هايله والله اقسم بالله تقعد كان انت باش تاكل ليه الحقيقه نتاع ربي هما الكل محلاهم وان فيت الكومبيتيسيون هذه محلاها خاطر البنات الكل جايين للبوت نتاع يحبوا يعملوا حاجه باهيه حاجه نوبل اكزاكتومون دونك صحيح هو انك تربح حاجه باهيه محلاها انك تربح اما انك تشارك ديجا تري امبورطون خاطر مادامك شاركت راك ديجا عامل ان بروجي هيومانيتير راك قاعد تحب تبدل في المجتمع تحب تعمل اللي تقدر عليه باش تعرف ببلادك بتونس بالعبيد باش الناس تجي بالتوريزم نتاع تونس اكسيتيرا
هي بتفك الكورة. هاي فكيتها واحدة. فما واحدة أخرى. هاي كمل كمل امشي على اليسار اقرب للجول وانزل المربع. هكا هكا بيسنا. كمل كمل قمر هكا ديجونال. هاي فزي فزي نشوط مربع. جميلة بيه بيه هكا شديتها في بالي مش تخليني اوتوماتيك والله. ما هو أوبيه الجول فيهم مينيموم دانتيليجونس ارتيفيزيل ما يخليكش انك تماركي. ما تخليكش نماركي ولا بيه سنة توا باش تخليني نماركي. لا ليه ما تخلينيش اسمعني العب مليح العب مليح. ليه تهنى وكان العب مليح راني رابح برشا بشويه توا ما راني قاعد. لا ليه جرب اسمعني العب مليحه. باهي هيك عديك باس مربع 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 والله كنت تنجم تماركي اكس نزلت على لتوال سي نزلت على لتوال سامحوني جماعه الفيفا شرحت لكم مشاعركم. وي البريباراسيون تاع الماكلة تاع تولي ترقد بكري تقوم بكري سبور تولي اكثر فريكونس بار سمين ان فيت مع خدمتي مع الغناء والكل حقيقه كانت ياسر صعيبه الحكايه خاطر ديجا البريود هذايا مينيموم تاع عندي شهر ونص مانيش نخدم خاطر النوم تاع الليل تري امبورطون ارقدوا بكري وقتاش بكري عطينا بالنسبه لك انت النوم ان فيت انتر نص نهار نص الليل نص نهار شوف بك شرت شاب طول في رقم انتر بالحق علي والله سيريوزمون انتر نص الليل والسبعه نتاع الصباح بالحق احسن وقت باش نرقد فيه العب اللي انا في حياتي العاديه كفنانه اللي مش بينهم العبيد اللي احنا الفنانين نخدموا ساعة ولا ساعة ونص ونروح ومحليها حياتنا احنا نخرجوا نخدموا من سبعة متاع العشية ساعات باش تعمل ديبلاسمون تروح ثمانية متاع الصباح دونك ما ترقدش دونك فوالا دونك انت صعيبة اما لازم تضحيات دونك مادامك تمشي تشرف بلادك وتنور بلادك لازم تعمل تضحيات اون كونتر بارتي وفوالا قداش المينيمم اماونت قداش قداش من ساعة لازم ترقد يوميا؟ سبع سوايع لازم الحق لازم سبع سوايع اي إلى ثمانية أنا نعرف ثمانية سوايع بالنسبة للسبورتيف ثمانية سبعة سوايع سبعة سوايع باهيين خاطر بدنك يرتاح وكل شيء دونك أي عبد بحق يرقد راه من نص الليل حتى لسبعة متاع الصباح راه باهي برشا بيان سور تنجم ترقد أكثر شوية ما فيها بيس أما أون فيت للناس للناس أما برشا برشا زادة مش باهي أما خاطر فما برشا عباد معناتها كيما أنا كيفاش كنت ما نرقدش بالحق وما نمشي في بالها اللي هي حاجة عادية ألوغ كو راهي ماهيش باهية و الان تيرم باش تو معناتها تخلي لك دي ديغا ياسر خايبين. ما كانش عندك شي دير ريتم المنظم هذا. ثلاث شهور من اللي عرفت معناها فيت انا خاطر الثلاثه هما عندهم افونتاج شويه اللي باش يمشيو للميس موند اللي هما من عمني ولا بداو في لي بريباراتيف. حسيت فما ديفيرونس ما بين قبل ثلاث اشهر باللبلبي والمقارونه وبالعكس انا اون فيت الحقيقه الحاجه علاش يقول لك معناتها علاش انا باغ اكزومبل نجم نشجع البنات انها تخمم انها تمشي للميس موند ولا دي كومبيتيسيون كبار ولا حتى تمشي تشارك في ميس تونيزي على خاطر بدل لي جين دو في نتاعك على خاطر اوكي انت من الاول الهدف جيت بدلت على خاطر المسابقه هذيك اما من بعد تشلق اللي هذاك لازم كيفاش تولي حياتك معناتها لازمك تولي هكاك بالحق تاكل منظم معناتها مش لازمك تنحي اللبليبي خاطر اللبليبي خايب ما ينساش تاكله مره بعد قديه مش قلقت مقيده نتاع الصباح نمشي ناكل لبليبي ليه؟ نولي وقتها ما ناكلش اللبليبي وقتها فهمت ما تحرمش روحك اما كول بالبيت دونك لازم الناس الكل تخمم هكاك جو بونس الحقيقه ميس كلمة ميس نسويها كلمة معناتها طيارة ميس موند ميس وورد ميس ايرث ميس انترناسيونال كذا لكن قلة نادرة وين نسمعوا مستر وورد ولا مستر ملك جمال تونس ولا كيفاش يقولوها ما عادش بالتونسي معناها فما ملكة جمال نصور ملك جمال تونس هل انه ما فماش او فما وانا بيرسو ولا انا الحقيقة العوامل الاخرانية اللي نعرفه اللي هو ما فماش ما فهميش لانه ما فهميش الكومبيتيشن في حد ذاتها او ما فهميش الكومبيتيشن انا نتخيل الحقيقه نتخيل اللي مش ياسر دارجه الحكايه في تونس احنا الحقيقه نقولك احنا شعب ياسر نبار دونك الحقيقه نتخيل كيف تبدا فم مستر تونيزيا مش نبروا عليهم برشا هي الميس وماهيش مانع صحيح احنا ميس ومانيش مانعين معناتها خلي مستر مسكين والله جو بونس معناها انا واحد الناس ما انا ما نساوش كان جي نهار ساعه نبطل البلاب المقارونه ما لا شك فيه ما ميس مش ميس مستر ولا مي نتصور معناتها يقال ما عادش كان توافقني في الراي معناتها نتصور انه ولادنا في تونس او رجال تونس ديبوغوس
باهيين مزيانين. عندنا شانس كبيره في العالم العربي وحتى في العالم انه نجموا ناخذوا بلاصه مزيانه توب فاي توب تير. ما لغزمون الحقيقه ما نشوفش انتبع شويه ممكن فما مستر لبنان مثلا تصير فما مستر وورلد كيما مس وورلد توا صايره فما مستر وورلد توا باش تصير دونك بوتيتر ما نعرفش اسكو بداو في الايديسيون ما نعرفش اسكو مازالوا قاعدين يختاروا الا لي دونك ما فاتتكش تنجم والله ما منعت الكل منعت والله تلعب والله خايبه مش خايبه اول مره اللي تشوت وينهي المربع والله اول مره والله اول مره والله ليه جوها بيه سابا تتعلم في ساعه ليه جوها بيه عمي absence total social media لا غنية ولا ميس ولا مستر ولا هم يحزنون مش قطعت بعمي malheureusement في تونس كي تبدأ تخدم هكا جوغ عروسات كيف نحكي معناتها كفنانة كي بديت نخدم هكا في العروسات لي لاونج لي سواري بريفي ايتترا والكل الحقيقة تبعد شوية على البرودكسيون خاطر ما تلقاش وقت كيما قلت لك الريتم نتاع النوم يولي صعيب برشا ما تلقاش مليح ما عادش تكون بروداكتيف كيما يلفو دونك شعر انا ما كيت دونك الحقيقة صعيب انه تعمل برودكسيون فرد وقت وتكون معناتها وانا بخليه زيد انا بخليه اوكي مانيش باش نهرب منها دايوغ الغنيه اللي انا توا هبطتها عندي حلم اغنيتي جديده حاضر عندها سؤال كمان حاضر عندها عام وقت اللي كورشت وسجلتها وكل شيء ما وتتش الفرصه اني نهبطها بالكونتر سؤالي يطرح نفسه علاش كورشت نهار 14 فيه والله العظيم حسيتها هاشتاج مقصوده والله جملة صدقني خاطر 14 فيفري وتحس غنية فيها برشا وجيعة و... والله وكذب والله العظيم نسيت اللي فما سان فالنتان صدقوا انا نسيت والله نسيت وعيد الحب الحقيقة ميس وكذا تنسى سان فالنتان معناتها نحكي لك هبط الغنية نعرف سان فالنتان حاجة تجيب حويجة محليها ما واحد مش باش يقول لي اما الغنية ان فيت ماهوش ياسر حب الحقيقة والكل دونك خاطر بالحق تحكي على ان فيت وجوعة شوية نتاع حلمك ولا اللي انا نصور اي حتى ويتفرج فينا ويسمع فينا عنده حلم عنده حلمة بتتخ الجالير وإلا يمكن خايف إنه يعملها ولا خايف إنه يجرب ولا خايف إنه يبدأ دونك نحب نقول لك اللي أحلم إنك تمرك عليا بلكش تمركي والله بونتو كان ينجم يكون بونتو عالم يغزل له أما إيمان تكور معك وي ما كلينش الخبز بكل تواضع بكل تواضع دونك فوالا واحد بشيء من البيز جي ضد الارسنال والميس التوا لا رات الجول وتوا لا حاولت فما محاولات عديده انا قلت الحقيقه اوكي ما ماركيتش الحقيقه حتى التوا اما تصديت لبرشا بونتويت نعم محاربه للحق انت اون فيت ما تصديتش حتى بونت داك علاش ما عندك حتى شيء شفت ماركيت البرشا جماهير غفيره حضروا البارتي معناها كيف شارك إن شاء الله في 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 ميس وورلد معناتها هل أنه فما دون جوري معناتها بيان سور شكون موجودين فما فوت بوبليك فما الشعب التونسي نجم يعاونك معناتها من شيبته كيفاش إيه وي إيه وي في بالك اللي الشعب التونسي نجم يعاوني برشا 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 دو أن هذه مهمة على الآخر نقصوا على تاك ما يصيرش الشعب التونسي كل قدامك كيفاش ينجم يعاون بنت بلاده في الميس وورلد دونك في الميس وورلد مليك جميل العالم اللي أنا باش نمثل فيها تونس إن شاء الله كيفاش أنت تنجم تعاوني تعملي ابوني في الانستغرام تاعي خاطر بعديك يشوفوا قداش من حد يتبع فيك سوغ انستغرام ولا في الفيسبوك اتسيتيرا دونك وتكون ديما اكتيف دونك في لي كومونتير ديما تحطش معناتها اكتيف مش تقول لي محليك مش تقول تحط علم تونس تحط تونيزي في الميس وورلد مثلا الباج نتاع الانستغرام نتاعها تعمل ديما علامات تونس اتسيتيرا واهم حاجه فما ابليكاسيون اسمها موبستار تصبها الابليكاسيون هذه يعني سي تصبها حتى قبل بجمعه من الكومبيتيشن بعديك فسخها تعمل لي جيم على التصاور اللي عندي الكل مهبطتها تتقى بارشا تصاور اعمل جيم حتى اني تتعب ميسيلش موبستار غادي موجودة بارتو ايوه اندرويد موبستار دونك موبستار تصبها بديش فلوس ساعات تبدأ رزينة شوية خاطر توا برشا عبيد قاعدين تبوتي وقاعدة تصب فيها وكل شيء دونك جوست اسعب لكم معها شوية تعملوا جيم على الكونت تاعي انا ايمان محرزي وكل جيم تتم فوت
على قد ان فيت ما نظهروا احنا موجودين في الباج مثلا تاع ميس وورلد اللي احنا نعمل في لي كومونتير والعلامات تونس وكل شيء، على قد ما تونس تولي تتشاف اكثر. اختار ان هاشتاج تحب الشعب التونسي يكتبه لك. انا مانيش باش نقول هاشتاج لبلابي ميس وورلد وكذا وهيلثي وفهمتني ولا، انا في المستر وورلد فور اكزامبل نقول هاشتاج لبلابي وفخور باللبلابي معناها، لكن شنو الحاجه اللي بريزونس اللي تحبها معناها؟ انا الحاجه اللي ما نجمش نحاها حتى نجم ناكلها حتى من غير خبز الهريسه. يكون شعب الهريسه هاشتاج هريسه، هاشتاج الناس كل تبركي لي بريزونس نتاعها هاشتاج هريسه وبرشا علامات تونس. عرفت تونس تحتل، تونس تحتل شباب وشابات اللي تبعوا فينا. هبطوا الابليكاسيون اللي اسمها موبستار، وفي الانستغرام ايمان محرزي، وفي الباج حتى نتاع ميس وورلد تنجموا تدخلوا باش تعرفوا اللي احنا رانا توانسه موجودين ورانا معناتها نتفاعلوا برشا ونشجعوا كل شيء. دونك هما بالحق ياخذوا عليها الحكايه، خاطر اون فيت تخيل انت فما 130 بلاد، شو قداش من وحده تتبع فيها، معناتها شو قداش من وحده جايه معاها عباد والكلهم يدخلوا نفس الحكايه اللي هي ميس وورلد. دونك انا كيف نشوف باغ اكزومبل برشا كومنتيرات نتاع سبين باغ اكزومبل شو ندخل نشوف شنو هي البلاصه البلاد هما هكاك. دونك انا راه والله العظيم الاوبجيكتيف الوحيد نتاعي اني نعرف تونس، ما نحبش نربح، ما نحب نعمل حتى شيء، نحب نمشي نتعرف على دي كولتور جدد، عباد جدد، نمثل تونس. العبيد تولي تجي لتونس وي اهم حاجه. دونك هذيك اهم حاجه. انا منا انت تمركي اون فيت علمي هذيك مركي الراحه ترى ليلى هكا. انا متاكد ان الشعب التونسي باش يكون حاضر، الشعب التونسي باش يساندك على الاخر. شعب الهريسه فريمون يا الهي علاش فيها الكره؟ خليني نخرج من هنا. مهمته انه ما مخليكش تمركي. فانا متاكد ان الشعب التونسي باش يكون حاضر ان شاء الله وباش يساندك. الميس وورد وقتاش وين باش تصير؟ دونك ان شاء الله يا ربي من 18 فيفري باش نمشي للهند. اي في نيو دلهي جمعتين الاولانيين والجمعه الاخرانيه في مومباي. دونك وين باش تصير الفينال؟ الفينال لو 9 مارس باش تعدى نورمالمون في شين يوتيوب وفي الفينال بعد عيد ميلادي بلها. من قلنا اثنين مدرسة أخرى دونك تابع مثال شيء مش مدرسة أخرى بعد مرة مش بونتو دار متعال بار تنمشي والله مدرسة نورمال كمان واحد صفر واحد صفر خير من اثنين صفر كمان مثالش العبرة في المشاركة. الفينال في الهند باش يدوم قداش من الفينال؟ قلت لك لو 9 مارس دونك نقع ثلاثة جماعات الغد يوغا برشا دي كونكور وان شاء الله في الانستغرام تاعي ايمان محرز باش نحاولوا نبارتاجي لو ماكسيموم لا جورني نتاعي كيفاش تتعدى كيفاش شنو يصير لي ديتاي وكل شيء. دونك فوالا ينجموا يتابعوني الناس الكل يشوفوا شنو يصير زعما في الميس وورلد. وفما ان فيت ان بروجي فما فيديو بريزونطاسيون ديجا نتاعي انا اللي عملتها وعملت فيها تونس معناتها عرفت بها تونس وعرفت بها روحي باش نهبطها زاد في الانستغرام تاعي يلقاوها فول سيبورت اكزاكتومون باش نجموا يلقاوها حتى يبارتاجيو لي تصوير تونس كيفاش خرجتها كل شيء. وفوالا كان روحت بحاجه نفرح برشا، كان ما روحتش الحقيقه معناتها ديجا الفيت اللي انا شاركت ومشيت الغادي ومثلت بليدي ديجا سي ان غران بليزير سي ان غران اونور شرف كبير ليا. وجانفيت زاد الناس الكل تحل تتفرج على عندي حلمه الكليب نتاعي لقاوه في شين يوتيوب اللي فيه بالحق حكايه ياسر محلاها وكل حد يخلينا كومنتير شنو هي الحلمه نتاعو. وي كل واحد حطونا تو في لي كومنتير كل واحد شنو هي اوبجيكتيفه في الحياه شنو هي حلمته في الحياه. لكن البرايس او معناتها شنو البرايس توين هذيك اون فوا مثلا هزيت البرايس الاولاني ولا الثاني ولا الثالث؟ اي البرايس توين الاولاني اذا كان انت تكون ذا فيرست وينر ذا ميس وورلد معناتها ذا نكست ميس وورلد فور ذا 71st anniversary تاع ميس وورلد. نستضعك شويه اوف كورس يا شور هذه حبيت نجرب. هي قريتوها كيفيت قالت لي اذا حبيت انا تلفت وهي شاطت بريقك. ما شيء ما عادتهاش علي ما عادتهاش علي. دونك اذا كنت تربح عام كامل من بعد تقعد تدور مع لورغانيزاسيون تاع ميس وورلد تقعد تعمل في الخير مش كان في بلادك دونك في العالم. في العالم تولي مدارس تجيب زاد الميس وورلد معناتها لورغانيزاسيون تاع ميس وورلد زاد تجيبها لتونس. دونك بوركوا با يولي يجي ديفونس زاد تونس وكل شيء. وي وبيان سور فما زاد ان مونتون باش تربح فلوس ما نعرفش قداش الحقيقه بالضبط. اوكي سيغمون تعرف فما مينيموم 50 مليون 50,000 دولار حاجه كيما هكا. مليون ولا مير؟ لا لا مير مانا توانسة احنا 5 مليون 5 مليون شايف المليون صحيح تمام. دونك اي فوالا
اي سبب ليه يحب مش خايف 5000 دولار ليه مش 5000 اه 50000 يا 100000 اللي يربح معناتها يا 350 مليون تونسية يا 150 مليون تونسية اي حاجه والله ماني شور بالحق اما خاطر هاني قلت لك سي با لوبجيكتيف نتاعي اني نربح اوكي نحب نربح معناها فماشي شكون ما يحبش يربح ولا. كي يسابق كي يشارك في حاجه وعندي ثقه في روحي خاطر بالحق خدمت عليها مليح اما ماهيش نهايه العالم كان ما ربحتش العبره بالمشاركه اكزاكتومون خاطر بالحق نحب اني قلت لك نحب تونس ونحب نقابل عباد جدد وجانفيت الناس الكل اللي تحب تجرب حاجه والناس الكل يقولوا فك عليك وما تعملش وليه برا امشي جرب كان تحب تعمل فوز من خدمتك وتمشي تسافر برا امشي كان تحب تبدل قرايتك وانت توا في اخر عام قرايه برا امشي بدل قرايتك كان انت توجهت توا حاجه ما تحبش تتوجهها نجم عادي اني بلانش وعاود بدل العام اللي بعده فار اكسبيريونس قاعده تحت وي وي خاطر شي فورماسيون تاعك انا انجينيور انا جو سوي انجينيور اون ريزو تيليكومونيكاسيون مانيش نادمه عليها الفورماسيون اما بيتيت مش نادمه مانيش نادمه عليها الفورماسيون خاطر عاونتني على الاخر في حياتي وبيتيت معناتها معناتها عاونتني في البيرسوناليتي نتاعي وكل شيء اما الفازه شنو اللي حسيت بتك ضيعت برشا وقت باش وليت نغني فوالا خاطر برشا عباد يقول لك مهندسه معناتها متخرجه من واحده من احسن كليات تونس وتيتر مهندسه وتيبوزي معناتها تلقى خدمه وكذا يقول لك معاش بتيتر يقول لك احلم بالصحيح شبيك سايبت في ديبلومك كمهندسه ومشيت مثلا تغني شديت معناتها الدومين الارتستيك مربع ماركيتك ولا قاعدة ننزل والله رجعوني الكاميرا والله قاعدة ننزل والله ريبلي باغ فما باغ فما اي والله نزلت لنا مربع عندي ساعة وننزل علي فيقول لك علاش معناتها بلوتو شوا هذا اللي خليك تشد الفن اسو بوان غرام معناها انجينيورة بعد ما كملت قداش من عام بعد الباك تمام با معناها ولا اسو بوان ما لقيتش خدمة شديت الفن ديريكتومون باهي انا باش نقول لك حاجة انا كي كنت نقرا عام كاتخيم اني نتاعي اول مرة نشوف كونسير قدامي يغني وعبيد وكل شيء دونك كيف شفتهم حسيت حاجة مش نورمال طلعت غنيت في ايفينمون في الفاك نتاعي كجست اتيديونت معناها كانسانه نورمال حسيت حاجه ما حسيتهاش وانا نقرا مثلا اوكي وكنت كمان باقي راني ماشيه في الانجينيوري خرجت عملت ستاج ميم في نيس في البيرو انا نخدم معناها في ستاج قاعده نخمم كني انا نحب نغني دونك وقتها فهمت اللي انا بالحق نحب نغني نحبها تكون هذيك الحكايه هي حياتي معناها نحب نعيش نغني معناها فهمت او اسمع يا سيدي تعرف صدقش والله شي كفايه بالمره تشد بنات يا نوبي شنو هي اول خطوه عملتها تجاه حلمك تجاه حلمتي بديت بالسوشيال ميديا معناتها بديت غني على السوشيال ميديا اول حاجه ما تسمعش كلام العباد اول حاجه بالحق ما تسمعش كلام العباد خاطر الناس الكل باش تقول لك انت طبيب تحب تولي تغني انت انجينيور تحب تولي تغني انت تحب معناتها تقرا محامي باش تولي جيمر انت بتسمع برشا الكلام هذا وشفتو تاكل خبز نجم نقول لكم توكل خبز راني والله توكل خبز وسافا اذا كنت تحب حاجه اللي تعمل فيها راهي توكلك خبز وجوك احلى جو معناها دونك يسوفي جوست دو كروار يسوفي انك تحلم يسوفي انك تامن بحلمتك وديجا تسمى خلاص تشطر ثنيه اون فوا امنت دونك اول حاجه بديت نعملها اللي هبطت كيلكو فيديو على انستغرام غنيت شوية هكا في دي زيفينمون وليت نمشي نخدم هكا شوية هكا مصروف هكا متاع نمشي نجرب نغني نمشي برشا كاراوكي وكل شيء ومن بعد مشيت وليت نلوج على شكون اللي يعمل في الغناء شكون اللي يبروديوسي كل شيء ومشيت نكلم فيهم نكلم في أي واحد يعرضني المفيد نوصل للحاجة معناها معينة إيبا من بعديك جاوبني شكون وبديت معاه أول غناء إلى أن جات محبوبي وضربته ليه؟ إلا مش إلا أن جت محبوبي محبوبي أول أغنية أنا عملتها أول أغنية أنا سجلتها في حياتي أول مرة غدرت في هذه المدرسة الثانية لهيني شوفوا لهيني نعم إنها المدرسة الثانية والله لهيني فرحانين شو زوز مدارس فارس جمهور ليه قال لي محبوبي أول أغنية وعمل هكا دونك أنا في بالي معاه معناها عملت له هكا جماهير غفيرة شو في المدارس معناها المدرسة الثانية وين إن شاء الله الأولى في قروان والثانية جماهير كبيرة جدا نجمش نرجع في الفيفا تنجم ترجع شوية بكويس لا فيش تايم ترابل بالحق لا علي
المونتاج المونتاج يجي اي صحيح نحيونا بربي رجعوا لي شويه نحب ترجع واحد صفر امواني هي مشرفه ساره مشرفه بي حتى اثنين سبعه سبعه نلعب معك انت نورمال موضوع يكون نورمال موضوع اعطيني 14 والله يعني اشتر الانترفيو نخزرك شيء مانيتو فهمت لا 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 نعرف حسي دونك ولا محبوبي ماهيش ثاني ولا ثالث اول اغنيه دونك هذيك علاش من بعد صعبت شويه الحكايه البارد اي فوالا معناتها ملول بالكل اما سبا معناتها اني قلت لك في جوست دو كوار ومش ماهمش دي شيخ معناتها بالحق تعرف وقتاش تعرف روحك تحب تعرف معناتها تحب الحاجه اللي تعمل فيها ولا انا كي نمشي نسجل كي نمشي نسجل الاغنيه ما نحبش نمشي نسجل الاغنيه باش نعمل فيو خاطر نحب الاغنيه ونحب حد اخر يسمعها ويبدا عامل جو دونك هذاك هو الاوبجيكتيف يبدا عندك الاوبجيكتيف هذاك تعمل اللي تحب عليه في الدنيا اما كانك انت مش تدخل تحب تعمل فيو تحب تربح فلوس وكل راك ماكش بتوصل حتى شيء في حياتك معناتها يوسفين you need to believe in yourself you need to believe in your dreams especially yes you have to بحق you have to believe in your dreams خاطر dreams are everything معناتها هما كل شيء معناتها الانسان بتابعه صحيح عطسنا فيها مشكلة انا جمهور الاحلام الاحلام حاجة مهمة والله اللي انت كنت غذي العقول متاع العبيد وتردها ترجع تحلم وحتى مش الصغار كهو معناتها حتى الكبار فمع عبيد في الاربعين خمسين سنة من بحق توا يحبوا يعيشوا حاجات عمرهم ما عاشوها مقبل دونك بالحق نقولهم راه ما يهمش عمرك شنو ما يهمش العبيد شنو تقولك ايش في انت تحب الحاجة اللي تعمل فيها اعملها فانس ما تخليش العبيد تأثر فيك راهم العبيد برشا تفشل اوكي فما برشا عبيد بهين يشجعوك والكل اما على غالب عنا برشا عبيد في طرح في بشاي وهو راهو اما بروحك سي با غراف تجي تحلم معناك تربح معناك مش مشكل نعاودوها بعد بعد ما نرجع من الهند اي نعاودوها بعد ما نرجع من الهند دولار ان شاء الله زعما ان شاء الله انا عندي ثقه كبيره فيكم اللي تتفرجوا والله بالرسمي التوانسه راهم في حضورهم على السوشيال ميديا رانا 10 ل 12 مليون راهم نظهروا مليار لا هند ولا جابون ولا الصين راهو بالرسمي التوانسه عندنا حاجه سبيسيال تلقاها ساعة الواحد عنده خمسة فيك اكاونت ساعة انستغرام عنده خمسة ستة انستغرامات وعشرة فيسبوكات الواحد بعشرة فأنا عندي ثقة كبيرة على الأخير إنكم باش تفوتيو لها وإن شاء الله حتى توب فايف باهية توب فايف جميلة جدا والله هي المشاركة ديجا باهية وإن شاء الله يا ربي تحق نص الحاجة باهية الغادي وإن شاء الله نشرف تونس شفتو وفما زادة حاجة أخرى نجموا يلقاو زادة ليزانفورماسيون نتاعي الكل في السيت ويب نتاع ميس وورلد دونك عندي أون باج كاملة فيها لي ديتاي الكل نتاع شنو خدمت دي بروجي هيومانيتير خاطر المشكل المدرسة فكرنا بالسيت ميس وورلد دوت كوم دونك هو السيت اللي تلقى فيه الكونتستنت الكل زادة أصبعك تشوفوا شوية المنافسين ناس نسوا شوية على المنافسين فما 130 مشاركة من العالم الكل دونك إن شاء الله يا ربي نمثل تونس في أحسن تمثيل نخرجها في أبهى حلة خاطر هذاك هو الأوبجيكتيف مش مصدقة اللي أنت ربحتني معناتها تتحضر ميس وورد وكل مش مشكل سافا انترفيو قال والله ربحنا إيمان محرزي ماشا ميس وورد مع سيبا جراف معكم مبابي معناها ميرسي خاطرك لعبتي بشرف دغيان بشرف راهو لعب هو ربح راهو 2-0 كهو هذاك هو حدو دونك ماكسيموم 2-0 شفتوا أنا ما عمري ما لعبت فيفا في حياتي ربحته مشكوكة خسرت 2-0 دونك سبعة لا عمري ما لعبت فيفا وتمركي من واحد شعره مش هذا الكل صار ان شاء الله كل التوفيق وكل النجاح وكل ان شاء الله الغنيه زاده وين نجم نلقاها على ايمان محرز شان يوتيوب عندي حلمه تلقاها في شان يوتيوب نتاعي الحلمه اللي في الكليب نتاعي هي على البوكس دونك اللي مغرومين بالبوكس اللي نجموا يشوفوا شنو وهني قلت لك اني نجموا العبيد الكل يخليه وبالحق شنو هي الحلمه نتاعهم اللي يحبوا يعملوها ويحسوا بتدخل صعيبه ولا بعيده نقولهم راهو ما فماش حتى حلمه بعيده امن بحلمتك وديجا خلطت لشطر الثنية دونك خلي كان انت تبدا تحلم بها ديجا وصلت سي بون دونك امنوا بحلمتكم وكبشوا وما تايسوش والله فوت ايمان محرز ان شاء الله ميس وورد ان شاء الله يا ربي توب فايف كان مش توب وان شعب الهريسة وشعب اللبلاب والشعب التونسي العظيم عندي ثقة كبيرة وكبيرة جدا فيكم انا مش نمشي نعمل صحة اللبلاب صحة اي فوالا والله دوب العظم والله نضحي على خاطركم امان حتعاونوني تضحية كبيرة جدا برجوا لي عاود فكرنا جوست بالابليكاسيون نجموا يدخلوا يصبوا فيها مع كوبيتو يفوتيو دونك ينجموا يصبوا
ابليكاسيون موبستار يصبوها في تليفوناتهم يدخلوا الكونت تاع ايمان الحرزي ويعملوا دي جيم على التصاور نتاعي الكل ويدخلوا زاد الانستغرام ويعملوا ابوني ويعملوا زاد دي جيم على التصاور اللي شفتوه في جيو البريود الجاي اللي عندهم علاقه بالهند واتسيتيرا اللي مع الاورغانيزاسيون تاع ميس وورلد وكل شيء وكاو الهند باللي تفرجت في فيديوهاتهم على تيك توك على العيار نتاعهم نقولوا نحن غادي ما نعرفش حاجه هايله حاجه عالم فيها اخزلي اخزلي الحق كل بلاد وشنو العادات كل بلاد وبطال دونك الحقيقه لازمني نجرب باش نحكم يلفوا انا باش نجرب بلي جرب بعد ميسور بعد جست جاب كيس اي خاطر هما بالحق راهو اي عبد باغ اكزومبل كي يجي واحد ما ياكلش حاجه ولا ياكل حاجه في تونس يتقلق على الاخر دونك اما بالحق في الهند انا نحبها برشا كبلاد وعندها برشا كولتور برشا ماكله بنينه وكل شيء دونك سي افوار الحقيقه اما انا باش نوافقك الراي وباش نجربهم الكل بعد بعد ميسور بعد الكومبيتيسيون بعد الكومبيتيسيون الناس الكل فوت ايمان محرزي شباب خلينا العالم التونسي رفنا وخلينا نطلعوا بالاقتصاد وخلينا نعملوا لنا مستر وورد خلينا واحد ينحي الكرف يشارك معنا ومستر تونيزيا زادا بوركا با سينو مشكورين شباب يعطيك الف صحه ايمان ان شاء الله ان شاء الله مربوحه وان شاء الله الشعب التونسي كله وراك ما تنساش باش تفوتيو وتبارتاجيو الفيديو هذه مع اصحابكم وتحطوا لايك منتخبنا ان شاء الله الجمعه الجايه في ذا جيمنج شو باي دريكو على موزايك اف ام تحياتي باي باي تشاو